كل ما أودع الله فيه من خير وحق وهدى يعرفه الذين أوتوا العلم. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن مع أنه مكتوب في المصاحف هو محفوظ في الصدور، في صدور الذين أوتوا العلم، وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إلا الظالمون. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الذين يعدلون عن الحق وهم يعرفون. ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة وظلموا الناس الذين ضللوهم. ثم قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. دائما المشركون يطلبون آيات، يقصدون بالآيات الآيات الكونية الخوارق الحسية. لماذا يأتي لنا محمد بآيات مثل ما جاء به موسى؟ إن وضع يعني عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ووضع إيده في ديف فإذا هي بيضاء للناظرين. لماذا لم يأتي بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله كما جاء عيسى؟ هكذا كانوا يطلبون، لولا أنزل عليه آية من ربه. ولكن القرآن لم يجبهم، حتى إنه أولا محمد عليه الصلاة والسلام ظهر على يديه عشرات ومئات الآيات الكونية والخوارق الحسية، ولكنه لم يتحدى بها، لم تقع موقع التحدي، لم تكن إجابة على ما طلبه الكفار. يعني قالوا يعني أو يرقى بنا في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. حينما رقي به إلى السماء في رحلة المعراج بعد الإسراء لم يكن هذا استجابة لهم، لا، دي إكرام من الله، تكريم من الله لرسوله. الآيات الكثيرة التي أكرم الله بها محمدا، آيات يعني مئات الآيات، الإنباء بالغيوب شيء لا يحصر، الدعوات المستجابة لرسول الله شيء كثير جدا، كل هذا خوارق ما موجودة. ولكن هؤلاء مهما جئت لهم من خوارق لن يؤمنوا. القرآن يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. طلع عاد يطلعوا للسماء وبعدين ده احنا سكرت أبصار، بل نحن قوم مسحورون، ده محمد سحرنا. يعني لن يفيدهم شيء. والقرآن يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قالوا لسيدنا صالح: ائتنا بآية. وقال لهم: طيب الناقة، أخرج لهم ناقة يعني حيث أراد الله عز وجل بطريقة غير المعتادة، وقال لهم: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ومع هذا لم يؤمنوا به وعقروا الناقة وذبحوها ونزل بهم العذاب وأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولذلك نزول الآيات الحسية لا ينفع شيئا. يعني قل إن، ولذلك القرآن يقول: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. لست أنا الذي ينزل الآيات، الذي ينزل الآيات هو الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لا، ليس هو الذي يتصرف في الكون، لا. وزيك سيدنا المسيح عيسى لما قال إيه: وأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، ليس بإذن هو ولا بأمره، الله هو الذي يأذن بهذا. الأنبياء مهما أوتوا فهم
ينفذون أوامر الله، والله هو صاحب القدرة. ما كان لهم أن يأتوا بآية إلا بإذن الله، وما كان لهم من سلطان إلا بإذن الله. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، مهمتي أبلغ وأبشر وأنذر. وفي هذا المقام لم يذكر مقام البشارة، لكن ذكر مقام الإنذار، لأن أمام التكذيب بآيات الله وأمام الطلبات والمقترحات المعاندة والمعتسفة والتي ليس مقصود منها إلا التعنت والإعنات، فلا يعني ينفع أسلوب التبشير، وإنما يجدي أسلوب الإنذار. إنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنين. يطلبون آية وعندهم أعظم آية وأعظم وأكبر معجزة، وهي القرآن. القرآن هو الآية الكبرى والمعجزة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم. الآيات الحسية آيات محدودة بمكانها وزمانها، لا يعترف بها إلا من شاهدها. المسيح أحيا ميت، الذين شاهدوا هذا الميت الذي أحياه المسيح هم الذين يؤمنون بهذه الآية. لو جاء لناس بعد ذلك احنا ما شفناش هذا الميت، ونحن لولا أن القرآن ذكر لنا هذه الأشياء ما صدقنا بهذا. القرآن ذكر آيات لم تذكرها الأناجيل، مثل المائدة التي أنزلها الله من السماء، ومثل أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيها فتكون طير بإذن الله، مش موجودة في الأناجيل. فالقرآن هو اللي ثبت. فالآية الحسية المعجزة الحسية لا يؤمن بها إلا مشاهدها، إنما الناس البعيدون في المكان أو البعيدون في الزمان، الجيل الآتي بعد ذلك لم يرى هذا. إنما المعجزة العقلية، المعجزة الأدبية، هذه معجزة عامة وشاملة وخالدة، تخاطب الناس جميعا في كل قارة من القارات وفي كل قرن من القرون إلى أن تقوم الساعة. وهذه ميزة القرآن الكريم، إنه معجزة عامة ومعجزة باقية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك نحن نتحدى بهذا القرآن إلى اليوم. القرآن تحدى العرب أن يأتوا بحديث مثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله، فعجزوا وغلبوا وانقطعوا. وحق عليهم قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ونحن إلى الآن نتحدى بهذا القرآن. العلامة الشيخ رشيد رضا له كتاب اسمه الوحي المحمدي، جدد فيه التحدي بالقرآن، قال احنا نتحدى ببلاغة القرآن كما كان يتحدى الأخذ، ونحن نتحدى بما احتوى القرآن عليه من إعجاز تشريعي وإصلاحي للبشرية كلها في كل مجالات الحياة، في العقيدة، في التشريع، في إصلاح النفوس، في إصلاح الأسرة، في إصلاح المجتمع، في الإصلاح المالي، في الإصلاح السياسي، في العلاقات الدولية، في تحرير الرقيق، في إنصاف المرأة، في كذا. ذكر هذا وقال وبعد كل فصل من دول نتحدى بهذا. فنتحدى العالم، وفيه الفلاسفة، وفيه العلماء، وفيه المفكرون، وفيه الذين حصلوا على جائزة نوبل، وفيه نتحدى. ومحمد لم يكن يتلو من كتاب ولا يخطه بيمينه. فهذا هو القرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا هو الإعجاز الأدبي والعقلي والعلمي والتشريعي الذي جاء به القرآن. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي قبلي إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر. الآيات الكونية والحسية،
وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.